لي شو احلى شيء بالعيد يا هيلين؟ انا مثلا نروم شاوير ونشتري شغلات للعيد وهيك. شو اشتريت اليوم؟ اشتريت بوزه وكمان اشتريت بوط جديد، بس هو بالبيت ما لبسته عشان ما يخرب. بالملاهي هلا؟ بالملاهي لعبوا الاولاد وانبسطنا كثير ورسمنا الضحكه على وجوههم شوي بعد الشيء اللي مرينا فيه. شو امنياتكم بهيدا العيد؟ شو امنياتنا بالعيد؟ امنياتنا بالعيد انه ترجع سوريا مثل ما كانت ويرجع الوضع مثل ما كان والعالم كلها تكون بخير. ما شاء الله يا رب امين. مرحبا. هلا احلى تمام. احكي لنا عن العيد، شو احلى شيء بالعيد؟ احلى شيء بالعيد فرحة الاولاد واجواء العيد، وان شاء الله بنعد على الجميع بالصحة والعافية يا رب. كيف الاجواء اليوم بالملاهي؟ تمام غير شكل، بتجنن فرحة هالولاد حلوة كتير. لعبوا الصغار؟ لعبوا الصغار والكبار. أحلى شيء بالعيد لما نلعب بالأسلحة وبالمدينة الملاهي. أسلحة فرد دفع؟ بالفروت الحب وبمدينة الملاهي. شو لعبتوا بالملاهي اليوم؟ بالزنزوقة وبالسفينة. أحلى شيء بالعيد إني بنجي بنشتري ثياب ونلعب بالمجريحات وكل عام وانتم بخير. هيك رايحين مشوار نغير جو. أنت ومين؟ أنا وأهلي. بدك تلعب بالملاهي؟ ايه. هذول ثياب الحلوين لابسهم ثياب العيد؟ ايه. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. البس النظارة شوفي كيف راح تطلع. يا سلام. باي. شي بالعيد؟ نحن العائلة أكيد أحلى شيء. بعد هالأزمة اللي مرينا فيها والحزن والزعل والحمد لله هاي الله فرجها على البلد. مرحبا أهلي. قولي لي عن أجواء العيد، كيف قضيتوا هالعيد؟ والله هلا جيت مع أولاد عمي وهيك بنتسلى شوي يعني. إي والله كثير حلو الأجواء ما؟ حلوة كثير مثلك. أبوس قلبك أنا. شو أحلى شي بالعيد؟ لا لا أبو هيك بالجامعات وهيك يعني مع العائلة بتنجمع وهيك. جبتوا ثياب على العيد؟ إي لكن؟ اي والله اشتريته هيك. شو امنياتك هيدي السنة؟ انه يعمل الامن والسلام بالبلد ويصير هيك ترجع مثل الاول سوريا وهيك. والله جايبة اولادي يتسلوا ويلعبوا هيك، بتعرفي اجواء العيد يعني اجباري لازم الواحد ياخذهم يسليهم بالاجواء العيد مشان يحسوا في عيد يعني. شو امنياتكم؟ والله امنياتنا انه هالدنيا تكون بخير ويعم السلام بالبلد وان شاء الله تخلص هالازمة بقى ونرتاح. الحمد لله موجودين هيك للاولاد وفرحة الاولاد. الحمد لله. تجيبيهم كل يوم على الملاهي؟ لا والله نحن من جبلة جايين بس اليوم، بتعرفي أول يوم مع الأهل وهي اليوم هون بس. جايين نلعب نتسلى نشوف الأجواء كيف. خدت العيدية؟ الحمد لله إيه. من أهلي طبعاً وصارت معايدة من رفقاتي وهيك. ايام عن ايام زمان بالنسبه للعيد؟ والله اول كان مثل ما بقولوا فرحه وبهجه وسرور ومحبه وولف والعالم تجتمع عند بعضها بالاعياد وزيارات ولقاءات وهالحلو والكرابيج والمعمول وهذا ايه، وكل مين عنده اب عنده ثلاث اربع شباب ياخذوا يزوروا اقاربهم احبابهم احفاده يعني. الاعياد كانت حلوه اوليتها كثير حلوه وهلا كمان حلوه يعني ايه، هلا صار في كمان فرحه وصار في تطور اكثر واحدث وصار شيء يعني مرتب كمان حلو يعني صار يعني الحمد لله الاعياد عم تجي كويسه كل ما له. ليش كنت تاخذ عيديه؟ والله انا كان ابوي اول انا ولا صغير يعطيني فرنك ايه. كنتوا تنزلوا تشتروا فيها كمان مثل هلا الاولاد نازلين على الملاهي؟ انا من الناس كنت احب الاضامة الصفراء ايه، اروح عند ابو الموال اقول له اعطيني فرنك قدام الصفرة يقول لي حار بايدك وخذ.